عرفونا بقى. وريني يا ابني الدولار وصل كام النهارده؟ بس الماتش هيبدا دلوقتي. انا عاوز شارك تانك. اسكتوا انتوا الاثنين، ماتش ايه وتانك ايه؟ ده كريم عبد العزيز عامل حته مسلسل، انجز الحلقه هتبدا. مش قالب. طب هات كده يا بابا. بس انت وهو وهي محدش يتكلم اساسا، كلنا هنتفرج على فيلم القيامه. يا لهوي علينا، تاني يا ماما نتفرج وندخل بقى في محاضره وجدال. خلاص يا ماما، اتفرجنا عليه 33 مره قبل كده وهيتعاد، لكن الماتش مش هيتعاد. انا كمان رايي اننا نتفرج على الفيلم. انت مين؟ ده لعازر. لعازر اخرج. انا اهو اهو، شفتوه هو بيقومني؟ هما ازاي بيعملوا فيه كده؟ بس طبعا زي ما انتوا عارفين هو هيقوم في الاخر. ويش عرفك يعني؟ مش قلت مش حضره؟ مش محتاج احضره يا لمد. مالك مستغرب ليه؟ طب فكر فيها من وجهة نظري شوية. انا شفت بيه الحياة مرة تانية. انا شخص المرض اتملك منه، شفت بكى اخواتي عليا وانا مريض، وجالي الموت بالتدريج بعد مرضي يا حبيبي، وقادر اخمن حرقة وجع قلبهم عليا وانا في قبري. طبيعي خلاص خلصت حدوتة حياتي؟ لا. انا مش فاهم حاجة، ازاي بتتكلم عن تجربة الموت بالسهولة دي وكأنها حاجة عادية؟ لا مش سهلة ومش عادية، هي حدوتة بتنور ظلمة الخوف والقلق والشك اللي بيمر بيها الانسان. كمل كمل يا ابني قول لهم. يعني انا خلاص في قبري بقالي 4 ايام، واخواتي في جنازتي بكا وصراخ، وفجأة صوت بينادي بيبدل كل شيء من مكانه. صوت قادر يقول لي لعازر اخرج، ويقول للموت اسكت. فهقوم فعلا، انت متخيل؟ انا محدش حكالي ولا سمعت القصة في مكانه، انا عشتها بنفسي، شفت سلطانه وقدرته، شفت انه ابن الله، وصدقت انه زي ما قدر يقومني من الموت اكيد هو كمان هيقدر يقوم. ما هو مش معقولة ما يقدرش، عملها وبيعملها وهيعملها. صح عندك حق. طب يلا احلى حتة جت، القبر فاضي. ليس هو ها هنا لكنه قام.